الحقيقه برضو مهم جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم على اتنين من اللاعبين الكبار اللي موجودين. انا كل مره الحقيقه بيستوقفني عمرو السوليه. عمرو السوليه واحد من اهم وافضل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي خلال هذه الفتره. وليد سليمان واحد من اهم وافضل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي خلال هذه الفتره. اتقال على وليد كتير واتقال على عمرو كتير، بس هو ده، هي دي سنه الحياه لاي لاعب كره قدم. في النهايه دايما بيتقال عليه، لما هي الكره كده يا جماعه، الكره الناس شايفاك كويس هتقول عليك احسن واحد في الدنيا، مش شايفاك كويس او مستواك ثابت لمده معينه الناس هتبقى مبسوطه بيك وسعيده بيك، لكن اول ما مستواك ينزل هتلاقي دايما. كان في لاعب معايا في الاسماعيلي اسمه اوتاكا، لو حضراتكم تتذكروه، اوتاكا كان دايما يقول لي ايه، ان الجمهور في مصر بيبص على الماتش بس، ما بيبصش على اللي قبل كده، بيبص على المباراه اذا كنت فيها كويس ولا. انا الحقيقه رديت عليه قلت له لا، الجمهور المصري اذكى جمهور، الجمهور المصري هنا كل اللي بيحب اهلي اللي بيحب فرق اخرى كلهم ناس اذكياء جدا، لانهم عارفين كويس قوي انت عملت ايه قبل كده، بس بيسخنوك شويه، عايزينك تجيب اجوان في ساعتها يعني. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما ان الجمهور له دور كبير جدا 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 في تألق اي لاعب. ان شاء الله لما المدرجات دي تتملي مره اخرى وتعود او يعود الجمهور مره اخرى للمدرجات، اعتقد اللعيبه دي عمرو السوليه ده هيبقى عنده احسن من كده 100 مره لما الجمهور يبقى موجود. وليد سليمان اللي بيقولوا عليه اصله كبر ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده، هو بسم الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب هيتقال هيعمل احلى شغل. احمد فتحي، علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، كل اللعيبه اللي موجوده هتعمل احلى شغل، مستواهم هيزيد من وجهه نظري 30 40% زياده عن المستوى اللي هم متواجدين فيه اللي موجود دلوقتي، في ظل وجود ودعم ومسانده جمهور النادي الاهلي. فالحقيقه وليد سليمان وعمرو السوليه الحقيقه الاثنين بنحييهم خلال هذه الفتره الاكثر ثباتا في المستوى، سواء وليد او عمرو. عمرو المباراه السابقه عامل 2 ثرو باس، واحده الجون الاولاني والثانيه الجون الثاني لوليد سليمان زي ما حضراتكم شايفينها، حاجه جميله جدا. ونتمنى دايما استمراريه عمرو ووليد وكل نجوم الاهلي خلال الفتره القادمه. مجلس إدارة النادي الأهلي بدأ سياسة جديدة الحقيقة للارتقاء بمدرب النادي.